السلام عليكم أصدقائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو أصدقائي، صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أصدقائي الغاليين، كالعادة لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو، ما تنسوش أصدقائي تدعمونا بلايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا. وتسلم إيديكم أصدقائي على الدعم اللي انتوا بتقدموه وعلى تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني وبتفرحني، ربنا يسعد قلوبكم جميعا باذن الله. لو لسه اصدقائي ما عملتوش اشتراك في القناه او اول مره شاهد فيديوهاتنا على اليوتيوب، ما تنسوش اصدقائي تضغطوا على زر اشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. النهارده اصدقائي بكل اختصار هنتكلم عن الفلاشات. طبعا كلنا اصدقائي كل واحد ممكن يكون معاه فلاشه واثنين وثلاثه واربعه، واحيانا كده بتكون معاك فلاشه حلوه جميله كده وشغاله تمام التمام، وفجأة كده ما تظهرش معاك على اللابتوب بتاعك او ما تشتغلش بمعنى اصح. طبعا انت في الوقت ده تقول ان خلاص كده الفلاشة باظت، فبالتالي انت بتمسكها كده وتروح رميها. ولكن احب اقولك ان ممكن تصلح الفلاشة دي بكل بساطة، او ممكن الفلاشة بتاعتك ما باظتش وفي بس مشكلة حصلت عندك في ملفات الفلاشة، فبالتالي انت بتستخدم خطوة بسيطة بتعملها للفلاشة، فبعد ما تعمل الخطوة دي الفلاشة بتشتغل معاك تاني وتظهر عندك على الكمبيوتر بتاعك وكل حاجة تلاقيها شغالة زي الاول واحسن كمان. طب ازاي؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا اصدقائي انا جربت الطريقة دي او الخطوات اللي انا هعملها في الفيديو دي على اكتر من فلاشة كانت فيها مشكلة ان الفلاشة مش بتظهر عندي على اللابتوب او الفلاشة مش بتتجر نهائي في الجهاز، ولكن طبقت الخطوات على الفلاشة دي وبالفعل جابت نتيجة 100% اشتغلت معايا، مع ان انا كنت فاقد الامل ان خلاص الفلاشة دي مش هتشتغل عندي تاني. فانت الطريقة دي تقدر تعملها عندك على الفلاشة اللي انت بتستخدمها في الوقت الحالي اللي هي مش بايظة اصلا، وهتحسن معاك السرعة بتاعتها وكأنك لسه شاريها جديد، يعني انت مش هتخسر اي حاجة. وممكن كمان تعمل الطريقة على فلاشة بايظة عندك وتلاقيها اشتغلت معاك، يعني سواء كده او كده انا بقدم لك المعلومة دي علشان تجربها على الفلاشتين، سواء الفلاشة اللي شغالة معاك عشان تحسن من الاداء بتاعها، او على الفلاشه اللي باظه ربما انت تعمل الخطوات دي تلاقي الفلاشه اشتغلت معاك مره ثانيه، مش هتخسر اي حاجه. الخطوات اللي احنا هنعملها عن طريق برنامج اسمه ميني تول بارتيشن، هو ده متخصص اصلا في تقسيم الهارد ديسك، وانك انت تاخد مساحه من القرص ده تحط في القرص ده او تزود مساحه بارتيشن السي وهكذا، يعني هو اصلا متخصص في تقسيم الفلاشات والهارد ديسك والى ما ذلك. هنبدا نستخدم البرنامج بتاعنا، ويفضل انك انت تحمل النسخة دي بالتحديد، دي افضل نسخة انا بستخدمها من سنين، نسخة ممتازة جدا من البرنامج ده، وهسيبهولك اسفل الفيديو في الوصف عشان تحمل البرنامج ده او الاداة اللي احنا هنستخدمها علشان نصلح بيها الفلاشات ونحل بيها المشاكل بكل بساطة. طيب كل اللي عليك انك بتيجي على الاداة دي تبدأ تثبتها عادي، بتبدأ تضغط عليها دبل كليك، تبدأ تثبت الاداة نيكست، هنا نيكست، هنا بتختار المسار اللي انت عايز تثبت فيه البرنامج او الاداة، بعد كده بتضغط على نيكست انستول بالشكل ده وتستنى لحد ما تظهر لينا ايكون على سطح المكتب. اول ما تظهر لينا دي الايقونه هنا، كل اللي عليك انك بتعلم هنا عادي علشان اول ما تضغط على فينش يفتح معاك البرنامج بالشكل ده. هنستخدم هنا الخيار بتاع الميني تول بارتيشن ويزارد اللي هو ده، تمام، عشان يفتح معانا الواجهه اللي انتم شايفينها دي. هنا كل اللي عليك لو ظهرت ليك الرساله دي بيقول لك ان في اصدار احدث، فانت كل اللي عليك انك بتلغي كده بالشكل ده. ده عندي الهارد بتاعي اللي انا شغال عليه وتمام، ودي عندي فلاشه انا موصلها، فبالتالي هو جايب لي كل البيانات وكل المعلومات. في الوقت الحالي انا ابدا اوصل الفلاشه بتاعتي سواء قبل ما انا اشغل البرنامج او بعد، عادي في الحالتين هي هتظهر معاك الفلاشه داخل البرنامج، ولكن يفضل انك انت تقفل البرنامج خالص وتاكد انك انت قفلت البرنامج. بعد ما تقفل البرنامج بتبدا توصل الفلاشه بتاعتك على الكمبيوتر بتاعك او على اللابتوب. طبعا الفلاشه لو شغال
شغالة هتظهر معاك على طول، ولو مش شغالة يعني هتجيب لك تكة كده انها ظهرت او انها تم ادخالها في الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب. ولكن لو ما ظهرتش احنا هنقدر نوصلها داخل البرنامج عادي، مفيش اي مشكلة. ولكن لو هي شغالة هتظهر معانا بالشكل ده، انها فلاش عادية ظهرت معانا اهو زي ما شايفين، ظهرت معانا ودجارت ومفيش اي مشكلة فيها. احنا هنعمل ايه في الحالتين؟ لو انت كده كده الفلاشة شغالة هتعمل نفس الخطوات، ولو الفلاشة مش شغالة برضو هتعمل نفس الخطوات، يعني هي الخطوات واحدة. هتبدأ تفتح البرنامج بتاعك مرة تانية من الايكونة بتاعته بالشكل ده ونضغط على يس. وهنا برضو بنيجي على الميني تول بارتيشن ويزارد عشان نبدأ نفتح البرنامج بتاعنا. طيب الفلاشة بتاعتنا اللي احنا ضفناها اللي هي دي 8 جيجا فلاشة 8 جيجا. بكل بساطة عشان تبدأ تخلي الفلاشة ترجع للوضع الاصلي بتاعها وتستفاد بامكانيات الفلاشة كأنك شاريها جديد، او في حالة ان الفلاشة دي فيها عطل فعلا او فيها مشكلة مش بتظهر معاك، على العموم الاسم بتاعها او عموما بيكون في بارتيشن بالشكل ده للفلاشة ظاهر معاك غير البارتيشنات بتاعت الويندوز او الكمبيوتر بتاعك او الهارد ديسك بتاعك، كلي بارتيشن بالشكل ده. انت بتيجي على البارتيشن ده بكل بساطه، تيجي عليه كليك يمين بالشكل ده وبتعمل له ديليت. يعني انت مش بتعمل له فورمات، قصه الفورمات دي الفلاشه اللي مش جابله فورمات بتتحل بالديليت، يعني بتدخل على البرنامج ده وبتحلها بالديليت، انك انت بتحذف الفلاشه خالص نهائي. انت بتعمل ايه؟ بتيجي على الفلاشه بتاعتك وبتيجي على الديليت بالشكل ده. لو تلاحظ انا عملت لها ديليت، هنا بنضغط على الابلاي وهنا نضغط على الياس، هو دلوقتي بيبدا يعمل ديليت. لو تلاحظ كده الفلاشه ديليت، يعني كان مفيش مساحه اصلا للفلاشه. لو انا جيت دخلت هنا لو تلاحظ الفلاشه مفيش، خلاص اختفت. دي اليو اس بي، دي بارتيشن خاص باليو اس بي يعني كارت ميموري، ولكن ده غير ده خالص. يعني الفلاشه كده اول ما عملت لها ديليت خلاص اتحذفت. طيب اعمل ايه في الوقت الحالي؟ لو تلاحظ انت اول ما بتعمل ديليت بتحذف الفلاشه بتاعتك او الملفات بتاعت الفلاشه بتاعتك كأنها مش موجودة عندك، بتيجي تعمل لها كرييت من أول وجديد. فأنت بتحدد عليها بالشكل ده، وهتلاقي هنا في زائد أو كرييت بارتيشن بالشكل ده أهو. وهنا لو تلاحظ جاب لي المساحة بتاعت الفلاشة اللي هي 8 جيجا، ولكن زي ما احنا عارفين إن 8 جيجا مش بتبقى 8 جيجا كاملة، أو ال 32 جيجا مش بتبقى 32 جيجا كاملة، أو ال 16 مش بتبقى 16 كاملة، وهكذا. تمام أصدقائي؟ طيب فاحنا عندنا الفلاشة بتاعتنا 8 جيجا. اهو عندك الفلاشه ظهرت معاك. دي اعدادات افتراضيه انت بتخليها زي ما هي. تمام، دي الاعدادات الافتراضيه بتخليها زي ما هي. انت كل اللي عليك بس انك انت بتضغط على اوكي بس، اوكي وبس. طيب عايز بقى اطبق الخيار اللي انا عملته ده عشان الفلاشه بتاعتي تظهر، انا هنا اضغط على الابلاي وبعد كده اضغط على يس عشان يطبق لي الاعدادات اللي انا عملتها، او علشان يعمل لي كرييتنج بارتيشن علشان ينشئ لي ملفات الفلاشه من اول وجديد. لو تلاحظ هو دلوقتي قال لي سكسسفولي، يعني هو تم انشاء المرحله دي بكل بساطه، او تم اكتمال الخطوات بكل بساطه لحد هنا. تمام. طيب تعال ندخل على الزس بي سي. لو تلاحظ الفلاشه بتاعتي اهو اشتغلت، تمام، شغاله تمام التمام، وانا دلوقتي يعني كاني اشتريت فلاشه لاول مره، كاني اول مره استخدم الفلاشه. فالطريقه اللي انت بتعملها دي او الحركه اللي انت بتعملها دي انا انصحك انك انت تعملها على اي فلاشه انت بتشتغل عليها في الوقت الحالي. على الفلاشه دي شغال عليها بقال كتير، والفلاشه دي فعلا كانت بايظه ما كانتش شغاله تماما، ولكن عن طريق الطريقه اللي انا عملتها دي قدرت ارجع الفلاشه كانها جديد واتصلحت واشتغلت معايا وما زالت شغاله معايا لحد الان بعد ما اني كنت امسك الفلاشه وارميها خلاص. فالطريقه اللي انا بقدمها لك دي معلومه تطبقها على اي فلاشه عندك بنفس الخطوات دي، هتلاقي الفلاشه لو كانت فيها مشكله هتتصلح وتتحل بكل بساطة. ولو عندك فلاشة بطيئة اعمل لها نفس الخطوات دي، هتلاقي ان الفلاشة اشتغلت معاك تمام التمام وبكل بساطة. دي اصدقائي الطريقة اللي انا كنت حابب ان انا اقدمها ليكم عشان تستفادوا منها، تطبقوها على اي فلاشة موجودة عندكم وتحلوا المشكلة اللي فيها او اي مشكلة فيها. فاتمنى اصدقائي ان يكون الفيديو نال اعجابكم. في النهاية اصدقائي ما تبخلوش علينا بعمل لايك للفيديو، دعم وتشجيع لينا، وما تنسوش اصدقائي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. مستني رأيكم اصدقائي في الفيديو من خلال التعليقات، ولو في اي استفسارات اكتبوها من خلال التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.